عندي تقرير كمان هلحق، بس تقرير واحد هلحق نلحق ناخده. نرجع بقى لمشاكلنا كده اللي بنحب نهتم بيها. طب شباب احنا البحيرة جاهز معانا ولا اخد الغربية؟ طيب زميلنا عبد الله منتصر رصد الحقيقة يعني مشكلة كبيرة جدا في قرية في محافظة الغربية، مشكلة غريبة قوي من نوعها. يعني احنا طول الوقت في مساء دريم بنتكلم على القرى اللي عندها صرف صحي وعندها مية مقطوعة وعندها معرفش ايه، بس اول مرة الحقيقة نصادف قرية التليفونات الأرضية فيها كل شوية تقطع كل شوية تقطع. وبعدين الأهالي يروحوا السنترال يعملوا يروحوا الأول المركز ما يعمل لهمش حاجة، يطلعوا على يروحوا المركز أو ما يعمل لهمش حاجة، يطلعوا على السنترال ما فيش حاجة، يرجعوا على المركز ما فيش حاجة، المركز الرئيسي بقى في المحافظة ما فيش حاجة. شكاوى كتيرة جدا، خط ساخن والناس رايحة مفيش أي حاجة بتحصل. أنا مش عايزة بس ما بحبش أظلم، فإحنا هنعرض التقرير دلوقتي، والتقرير ده زميلنا عبد الله منتصر صوره امبارح الخميس، راح مع بعض الاهالي لسنترال القريه، وكان في مواجهه بين بعض الاهالي وبين مسؤول في قطاع الهندسه هناك. الاهالي بيقولوا هتسمعوا في التقرير ده انه احنا ما حدش بيستجيب لينا، كل شويه التليفونات الارضيه تقطع وبندفع كل الفواتير والحاجات اللي علينا، نروح يقولوا لنا طب ادفعوا كذا واحنا نرجع لكم الخط، طب مش عارفه لموا من بعض وادفعوا كل اسره تدفع كذا عشان في اصل كابل لازم يتصلح، حاجات الحقيقه غريبه شويه. الشكوى دي كان بقى لها فترة طويلة جدا في القرية دي في المحافظة دي في الغربية. الحقيقة انه امبارح لما زميلنا عبد الله منتصر نزل يصور التقرير بيعمل شغله وبيصور التقرير ده، عرفنا انه النهاردة في ناس من السنترال عمال ومهندسين بيكشفوا على خطوط التليفونات وقاعدين بيشتغلوا بيتكلموا مع الاهالي وبيطمنوهم وحاضر وتمام. بعد ما صورنا امبارح لسه ما كناش عرضنا التقرير ولا اي حاجة، صدفة يمكن، بس هو في حد بيشتغل يوم الجمعة؟ في حد في الحكومه بينزل يشتغل يوم الجمعه؟ مش عارفه، صدفه. تعالوا نشوف مع بعض التقرير زميلنا عبد الله منتصر. التليفونات هنا قطع، الخطوط قطع بقالها فتره طويله جدا، والبلد كلها بتعاني من انقطاع الحراره في التليفونات. ودور السنترال ايه؟ والله السنترال دوره يكاد يكون منعدم تماما. التليفونات بتبوظ على طول، كل يومين ثلاثه تبوظ، وبيجوا يقولوا احنا عاوزين فلوس 40 50. ومين بيقول عاوزين 40 50 جنيه؟ الناس اللي هي شغاله في قلب السنترال. وهات عاوزين، طب عاوزين سلوك ومش سلوك وبتاع، طب السلك بكام؟ 120 جنيه. بنديلهم الفلوس والحاجه بتبوظ كل يومين ثلاثه برضك تبوظ، واحنا مش عارفين نعمل ايه. بنروح السنترال نقول لهم، يقول لك ايه الكابل الارض اللي عطلان. فاتضح ان مش كابل الارض، احنا عملنا مكالمه على 155 المصريه للاتصالات تحت رقم 91 41 21، قالوا لنا في خلال 24 ساعه يكون كل حاجه تمام ومفيش حاجه عمل. قلوبنا شكاوى الزفت اول هنا، واخر رحنا طنطا برضه رد علينا الاستاذ مصطفى سمك مشكورا، بيقول لي ايه وانتوا عندكم صرف صحي؟ بيدعوا ان الكابلات شاربه ميه من الصرف الصحي. رحت لسنترال شبراميل، فقالوا له روح زي ما انت عايز تروح. قلت له ما تشيك يعني. يا ريس، قال لي روح زي ما انت عايز تروح، ومطرح ما تحط راسك حط رجليك. احنا طبعا بعد ما شفنا معاناه الناس هنا مع الخطوط الارضي بالنسبه لاحدى قرى محافظه الغربيه، وصلنا الى سنترال القريه، هندخل ونشوف ازاي التعامل وازاي بيقدروا يحلوا مشكله الخطوط الارضي في حاله انها تكون عطلانه. انا في حاله ان خط الارض عندي عطلان ببلغك، ايه الاجراءات اللي بتحصل؟ الاجراءات ان انا ببلغه للهندسه وبيصلحوه. احنا دلوقتي طبعا بعد شكوى الناس وان احنا جينا سنترال قابلنا الحركه طبعا هنا بالنسبه لهم مش متاخرين، هم ببلغوا الهندسيه باعطال التليفونات. الهندسيه على حسب كلامهم لم تقم بدورها الى الان، لكن المشكله تكمن فين بالظبط؟ احنا دلوقتي ممكن ننتظر الهندسيه نحاول نقابلهم. انت راجل في الهندسه، انت راجل في الهندسه، انت قلت لي ماليش دعوه. انا اعطلها وياك. زي ما انت عايز تروح. اصل انت بتقول لي انا كاتب اسمك في شكوى بناء عليه. مش حصل؟ حصل. لا ما كنتش لسه اشتكيت. لا انا قلت انا كاتب. والله ما كنتش اشتكيت. بعد اذن حضرتك الحراره شغاله عندك؟ انا ما اعرفش، هو انا خارج من البيت ما كانش شغاله. طب بيقول لك الحراره مش شغاله عندك؟ شغاله، يطلب ويشوف. هي اشتغلت حالا؟ هي شغاله، انا رحت لقيتها شغاله دلوقتي حالا. يعني انت لسه جاي من هناك؟ طب بالنسبه في خط هو راح النهارده، انا معايا خط تاني، انا معايا خطوط راح النهارده يا فندم، انا معايا خطوط كتير.
من ضمن الخطوط 465-0117 اللي عندكم هنا في البلد. 117 متبلغ بعطله هنا في السنترال مع الاستاذه بقاله حوالي اكتر من شهر، والاستاذه تاكد لك على الكلام. لك عطله في ايه لما اخش اشوف بيانات الخط جوه؟ طب ممكن حضرتك تدخل تشوف بيانات وننتظر رد من حضرتك؟ ماشي. كام؟ 17 0117 117. انت دلوقتي المفروض بتشوف الخط على ايه وتشوف الخطا؟ بختبر الخط الاول بقى. وبعد اختبار الخط بتشوف العطا العطل لو شغال على البوكسي بقى العطل لا اما في السلك بتاعك لا اما في من عندك من البيت. طب بس معلش سؤال بسيط، ليه شكل البوكس عامل كده؟ شكل البوكس عامل كده كان احنا كنا نازلين ناس عملت صيانه بقى، ففي ناس عدت بكاس كتير، فاحنا بنحاول نعدل بقى يعني البابلنا زي ده بنعدله، بس البكاس دي كانت عطلانه اساسا واتصلحت، فان شاء الله نعمل لها صيانه ان شاء الله قريب يعني على طول. الاستجابة الفورية من سنترال القرية، نتمنى أنها تكون استجابة فورية لجميع المواطنين على وجه السرعة بشكل دائم. كل ما أتمناه أن الناس تشوف شغلها من غير ما كاميرات الإعلام تنزل، دي أمنية بسيطة جدا من أمنياتي، إن شاء الله تترحل معايا 2019 لو لينا عمر بإذن الله، ونفضل بنرحلها كل سنة.